مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم مجددا مع برنامج ضربة حرة. راح نتحدث اليوم عن قصة تغيير أسماء بعض من أندية المحافظات الذي اتخذ في نهاية العقد الثمانينات من القرن الماضي. اسمع القصة بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين. في نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي تقدمت بعض المدن العراقية كما هو من العلوم لطلب إجازة تأسيس أندية في كل مدينة. كان تقدم الطلبات إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، لأن كان كما هو معلوم اللغة في وزارة الشباب اللي كانت في السابق هي اللي تعطي إجازة الأندية لغت في مطلع الثمانينات، فأصبحت الأمور رياضية فقط حصرا باللجنة الأولمبية العراقية. من ضمن هذه المدن مدينة النصر شمال محافظة بيقار، وتمت الموافقة على استحداث بعض الأندية من ضمنها نادي في تلك المدينة التي تقع شمال بيقار كما أسلفت. ولكن ذيل قرار الموافقة بالطلب إلى البحث عن اسم آخر وليس أن يحمل النادي اسم النصر، وهو المدينة الصغيرة اسمها النصر في شمال بيقار. لماذا؟ لأن وجود القرار، يعني حسب ما نشر في الصحف البحث الرياضي أو الصفحات الرياضية في بعض الصحف السياسية، وذلك لوجود نادي آخر يحمل الاسم نفسه. طبعا كما هو معروف أنه لا يجوز أن يحمل ناديان الاسم نفسه في البلد، هذا القانون العراقي، وأعتقد حتى في معظم البلدان. بعض الدول نعم يضع، يعني مثلا أي سي ميلان، أنتر ميلان، ولكن في العراق لا يجوز، سيما هو الاسم واحد، يعني مثلا مو اتحاد النصر وكذا، فهذا النصر بمدينة الرمادي الأنبار كان نادي النصر. بعد فترة، طبعا لا أتذكر تحديدا يعني جماعة النصر شنو الاسم اللي طلقوه، لغاية ما بعدين صار قرار آخر ورجعوا سموا نادي النصر، ولا زال هسه هو نادي النصر، عنده فريق محترم كرة اليد، و شاهدت لعدة مباريات أثناء زيارته للعراق، يعني هو من سنوات يحمل اسم نادي النصر. فشنو اللي صار؟ بعد أن طلبت اللجنة الأولمبية منهم ذلك، قلت لكم لا أتذكر أنه هل أطلقوا اسم آخر أو لا، لغاية ما تمكنوا صار قرار وتمكنوا يسمون نادي النصر. بعد فترة هاي الشغلة هذه مثل ما تقول يعني صارت مثار بحث باللجنة، ووصلت إلى رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد العراقي السابق في وقت ذاك عدي صدام حسين، اللي كان هو يعني الأمور الرياضية بيده، فاتخذ قرار. أنا من وجهة نظر الشخصية، وطبعا الجميع يجمع على ذلك، أنه من واحد من أفضل القرارات التي اتخذها عدي صدام حسين ولجنة الأولمبية وقت ذاك. شنو اللي قرر عدي صدام حسين؟ طبعا انا قيل لي، يعني وصلتني معلومات من يعني مسؤولين باللجنة الأولمبية او من محافظة ذيقار، ان هذا الموضوع نادي مدينة النصر في شمال ذيقار هو اللي، ووجود نادي اخر وما قدروا يطبقون على اسم مدينته، هو اللي حرك المياه الراكدة وخلى عدي يتخذ هذا القرار. فايش قرر عدي؟ قرر تغيير أسماء أربع أندية التي أتذكرها، ربما غير، لكن هاي المشهورة أعتقد هي هاي فقط، أربع أندية من أندية المحافظات إلى أسماء تدل على المدينة واسم محلي عراقي يحمل اسم المدينة،
وليس أن تحمل اسم دولة أخرى أو قرار سياسي أو كذا. راح أقول لكم. قرر أولا تغيير اسم نادي واحد حزيران في كركوك ليحمل اسم كركوك مدينته. واحد حزيران كما تعرفون هي مناسبة ما يسمى في السبعينات، قرار التأميم اتخذ في يوم، من الشركات الأجنبية اتخذ في يوم 1 حزيران بالسبعينات، وتم كما يسمى فتح كاك النفط الوطني، الشركة الوطنية في مدينة كركوك في 1 حزيران، فأطلقوا اسم نادي 1 حزيران في كركوك. فاتخذ عدي قرار تغيير هذه التسمية الغير محبذة إلى أن تحمل اسم مدينة كركوك، أصبح نادي كركوك اللي متعارف عليه لوقتنا الحالي. كذلك اتخذ قرار بتغيير اسم نادي النصر في الرمادي ليحمل اسم الرمادي، نادي المدينة هي مدينة الرمادي والنادي هو نادي المدينة ليحمل اسم الرمادي. زين، اتخذ كذلك قرار بتغيير نادي الجماهير اللي كان في بمركز مدينة كربلاء، مركز محافظة كربلاء، ليحمل اسم نادي اسم كربلاء، ليكون يعطي دلالة على اسم مدينة كربلاء مدينته، فأصبح نادي كربلاء المتعارف عليه للوقت الحاضر كما هو معلوم. واتخذ قرار القرار يعني من أول نفس القرار، واتخذ كذلك تغيير اسم نادي الجزائر الذي يتخذ من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ليحمل اسم الناصرية. فما شأن نادي يمثل مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في جمهورية العراق بدولة الجزائر العربية الشقيقة مع احترامنا إليها واسمها، لكن ما موجود نادي في مدينة جزائرية يحمل اسم العراق مثلا وهو يمثل مدينة جزائرية. فكان يعني كثير أمور خطأ في العراق حتى في تسمية الشوارع وكذا. فعدي قرر أنه خلاص يحمل نادي الناصرية. بعد هذا القرار مدينة النصر اللي أسلفنا عنها في بداية الموضوع هذا قدروا أنه يرجعون إلى اسمهم، يسموه الاسم اللي يردونه وهو نادي النصر. نادي النصر يحمل اسم مدينة النصر مدينته. فعاشت هذه الأندية معها تلك التسمية في عيشة هنية، وبعضها أخفق رياضيا ومعظمهم للأسف، وفي فترات تألقوا يعني هم لعبوا بالدوري، وأتمنى أن يعودون إلى سابق عهدهم ويعودون إلى دوري الأضواء. تحياتي لكم، وأتمنى ألتقيكم في مناسبات رياضية أخرى. تحياتي.